مشاهدينا الكرام اهلا بكم في النشره الجويه اقدمها لكم من اول قناه اخباريه في الجزائر. اذا قدوم اضطراب جوي وتغير في حاله الطقس باغلب المناطق الشماليه للوطن، هذا الاضطراب الجوي يتمثل في تساقط امطار رعدية احيانا مع تراجع في درجات الحرارة. نستهل نشرتنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي توضح لنا اجواء مغشاة غائمة على اغلب المناطق الشمالية والجنوبية للوطن. نصل بكم مشاهدينا لتفاصيل الوضعية الجوية اليوم الجمعة، بداية بحركة نتوقع هبوب رياح ضعيفه لمعتدله على اغلب المناطق الشماليه للوطن تتراوح سرعتها ما بين 30 حتى 40 كيلومتر في الساعه اما بالنسبه للمناطق الجنوبيه للوطن فنتوقع هبوب رياح معتدله الى قويه ممكن ان تتعدى سرعتها 60 كيلومتر في الساعه تؤدي الى تطاير للرمال ورداء في الرؤيه وعن حاله الطقس المتوقعه لصبيحه الجمعه نرتقي باذن الله اجواء مغشاه لا غائمه هذا على اغلب المناطق الغربيه سما مغشاه جزئيا وسط وشرق البلاد بالجنوب بعض الامطار المتفرقه مرتقبه من اقصى الصحراء نحو الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي حتى شمال الصحراء والواحات يبقى الطقس مستقر ومشمس الى قليل السحب على باقي المدن الجنوبيه مع تطاير للرمال محليا درجات الحراره الدنيا المتوقعه لصبيحه الجمعه تصل باذن الله الى حوالي 12 درجه على وهران 10 درجات على تلمسان 12 درجه على تيزي وزو لغوات وبتنا 15 درجه على عنابه 14 درجه على الجزائر العاصمه العاصمة 12 درجة على 13 درجة على منطقة قلمة 8 درجات على البيض نعامة مشرية حتى تيارت والجلفات. 12 درجة بشار وتندوف 16 درجة على أدراد سنسجل 23 درجة على منطقة عين صالح 16 درجة على إليزي جانت و8 راست و24 درجة بمنطقة عين قزام في ظهيرة الجمعة تتحول الأجواء إلى غائمة مع احتمال تساقط أمطار رعدية أحيانا هذا على أغلب المناطق الشمالية للوطن خاصة بوسط وشرق البلاد بل جنوب بعد الامطار المحليه مرتقبه دائما على اقصى الصحراء حتى بالصحراء الوسطى الجنوب الشرقي حتى شمال الصحراء والواحات يبقى الطقس مشمس الى الى قليل السحب اقول على باقي المناطق الجنوبيه مع تطاير بعض الرمال بشمال الصحراء والوحات حتى بالصحراء الوسطى شمال الثوره الجنوب الغربي واقصى الجنوب الجزائري درجات الحراره المتوقعه لظاهره الجمعه رح تعرف تراجع مقارنه بالايام الماضيه سجلوا حوالي 18 درجه على منطقه الجزائر العاصمه تيزي وزو حتى منطقه بومرداس 20 درجه على عنابه 22 درجه على قلمه 18 درجه على منطقه تلمسان 14 درجة على وهران 14 درجة على البيض نعامه ومشريه بالجنوب 32 درجة على عين صالح 36 درجة على منطقة إليزي وجانت حتى عين قزام سنسجل 33 درجة على منطقة أدرار وبتندوف 30 درجة وعن حالة البحر اليوم الجمعة البحر بإذن الله سيكون مضطرب على كل السواحل الغربية والوسطى مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 30 حتى 50 كيلومتر في الساعة بالنسبة للسواحل الشرقية البحر راح يكون مضطرب مع رياح شرقيه الى شماليه شرقيه تتراوح سرعتها ما بين 20 حتى 40 كيلومتر في الساعه قبل ان نختم نشرتنا الجويه نتجه اليوم لولايه غليدان تبعد عن العاصمه بحوالي 330 كيلومتر فان الطقس بها ايام الجمعه السبت والاحد سيكون مشمس ومستقر الى قليل السحب نوعا ما مع درجات حراره دنيا تتراوح ما بين 6 و11 درجه اما القصوى ما بين 19 و28 درجه الرياح فيها ستصل الى حوالي 30 كيلومتر في الساعة أما نسبة الرطوبة حوالي 63% بالمئة. كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدينا الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال الطقس يوم الجمعة والله أعلم شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله